شفافية منطق الفلسفة تؤكد أكثر من مرة أننا نهرب من الشك، نتخلى عن الشك حتى نكسب طمأنينة ونقتل قلقنا بكمامة. كذلك من أهمية علاقة الفلسفة بالفن هو تحريك الراكد، استفزاز المعتاد، تشغيل الذهن في منطقة جديدة. حتى ننتصر على التعميم والتهميش والتصغير، تعالوا إلى منهجية الفلسفة. خسارة محدودية الفكرة أن تدور حول نفسها في وقت ممكن أن تمنح الشك أو تطلب الشك أو تعيشه. حتى شحة الألوان على سطح جاف من شأنها أن تكون شبيهة بأجوبة الفلسفة، لكن أي تداول إبداعي يحدث معي لا يمكن أن يخلق بدون هذا الشك. استنباط ما هو جديد غير مألوف غير معتاد هو بعينه شغل الفلسفة. استكشاف ما هو خلف روايات الناس للأسف هو انطباع بعض الناس، ومنهم المحدودي العقل يعتقدون أن الفلسفة مادة عسيرة الهضم غير ممتعة، وهذا ما يجعلهم يهربون من هذا العالم ويتركون الحلول التي تناسبهم الموجودة داخل الفلسفة. جربت أنه القراءات الفلسفية سواء العربية القديمة أو الأوروبية أو الإفلاطونيات معظمها تعطي صور أو تصويرية بما فيه الكفاية للفن، لكن أغرب شيء أنه الفلسفة ليست لها أي اكتراف بحكاية وسرديات البشر. فإذا أفترض أحيانا سواء كان الإلهام مقاطعني أو ينازعني، أرجع إلى مادة الفلسفة وأغرق من جديد في المفاهيم التي تؤسس للأشكال والمضامين العالية، لأنها ببساطة ستعطيك البراءة الساحقة إذا أرادت أن تسحق. وهذا هو جبروت الفلسفة في حرير ما يمكن أن يقال. أعتقد الفلسفة هي الحل حتى تخلصني من مبررات أو تبرير إنه ماذا فعلت، لأنني يوم أكمل اللوحة الفنية أو السطح الإبداعي مهما يكون اسمه، لكن هي تطمني وتقول ختمتها بمسك. علم الوجود بما هو موجود، هكذا قال أرسطو، وبهذا يكون كأنما نختم أو نبصم
على أن الفلسفة توأم للفن.